طبعا كلنا متفقين والامور واضحه ان احنا بنجرب مع بعض، ان احنا بنشخبط مع بعض وبنتمرن مع بعض، بحيث ان احنا يعني ايه بنتشجع ان احنا نعمل تمرينات كتير، سكتش كل يوم، إيه بنفتح مع بعض المواضيع بحيث ان يعني ايه لو حد ملوش فيها خالص ممكن ايه يدخل معانا ويستمتع بهذا الفن الجميل. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا وبيخدم جدا لو الفكره تطلبته بس، يعني انما ان انت ايه تعمله كده كحشو مش حلو. فكرة لما يكون في هواء او في رياح شديدة، طبعا بمناسبة بقى ايه ان احنا خلاص الصيف خلاص والشتاء بيجي، فهيبقى في افكار، هيبقى فيها هواء كتير، بيبقى فيها رياح كتير. تمام، هنا انا بعمل الكاركتر اللي عمل عليه السكتش بتاعي. تمام، واوري لك ازاي بنعمل تأثير الهواء. انا عملته هنا لابس كوفية ولابس جاكيت. تمام، كل اللي انا برسمه ده عادي، مفيش فيه اي حاجة جديدة، مفيش حاجة بتقول ان هو الوقت فيه رياح او فيه هواء او هو الجو اللي احنا عايزين نتكلم عنه يعني. تمام، بس انا لازم اعمل تفاصيل تبين. هعمل مثلا ايه طرف الكوفية كده طاير. في حاجة كمان مميزة جدا لازم اعملها اللي هو الشعر. تمام، وطبعا ان انا بحدد اتجاه الرياح جاي منين، انا عامله هنا جاي من الشمال لليمين، فيبقى كل حاجة من الشمال لليمين. تمام، طبعا الشعر اتكلمنا فيه قبل كده ان انت ازاي تعمله طاير. تمام، بيبقى من فوق عبارة عن يعني اي طاير، بيبقى ناعم قوي من فوق، لكن من الاجناب بيبقى ايه بيبقى ناشف، بيبقى صلب. تمام، بدينا شوية تفاصيل لللبس، ممكن ازود حاجات كمان يعني. تمام، في ناس بتعمل الشعر بقى كله طاير، كله طاير بالجنب بكله، فبيبقى شكله مش ظريف، لا شكله مش واقعي يعني، لانه من فوق بيبقى الشعر انعم كتير. تمام، عايز الون، بس هو مش موضوعنا دلوقتي، بس يعني ايه مش عارف، حاسس ان انا عايز الون كده. تمام، طبعا ده بيفيد في ايه، في انك انت تكون في فكرة بتتكلم فيها، فيها يعني الرياح الجامدة دي لها دور في الفكرة بتاعتك، ولو ملهاش دور هي هتشتت اللي بيقرأ او اللي بيشوف الكاريكاتير بتاعك. بحيث مثلا اتنين بيتكلموا مثلا في موضوع في الكورة، فرحت انت عامل رياح شديدة، طب انا هفضل برضه ادور، طب انت عامل الرياح الشديدة دي ليه؟ تمام، يعني هي طالما ملهاش لازمة بلاش وخلاص يعني. تمام، طبعا الكوفية انا عاملها مثلا ايه كتفصيلة انها تبين ان هو في الشتاء، إيه عشان برضه استخدم طرفها في انه طاير. طيب الجاكيت ليه مش طاير؟ لان انا عامله جاكيت المفروض ان هو تقيل. تمام، عايز ابين لك بس ان انا ايه بتفاصيل بسيطة حسستك ان فيه هواء شديد في مواجهة الشخصية بتاعتي. فانا ممكن ازود كمان تفصيلة في البيئة بقى حواليه، يعني مثلا ممكن اعمل هنا مثلا ايه زرعة مثلا في الارض، فده برضو ايه اللي هي الميلان بتاع الرياح ده. اعمل عن بعد مثلا، اعمل اي حاجة هناك زي مثلا شجر. تمام، اعمل برضو في اتجاه الرياح. هتلاحظ ان انا كل ما بحط تفصيلة كل ما المعنى بيوصلك بقوة اكتر. تمام، بس خلي بالك برضو حسب البيئة اللي انت بترسم فيها حقيقي، يعني انت بترسم مثلا في بيئة ما فيهاش شجر، ما تقومش حاطط شجر بالعافية علشان تبين لي ان في هوا يعني. ممكن مثلا بيت واستروح اعمل فوق مثلا ايه اي حاجة قماشة كده طايرة، مثلا زي هدوم مثلا منشورة فوق السطح مثلا. تمام، مع ان البيت كله صلب اهو، يعني مش هعمله كمان هو طاير يعني، مش لدرجة الاعاصير يعني. تمام، اي تفصيلة بقى في الارض يعني ايه تطشات كده تبين بس ان فيه هوا. تمام، اعتقد كده ان الصورة كلها واضحة ان فيها رياح شديد. تمام، طيب لما يكون لابس لبس خفيف، انا عملت هنا في الاولانيه دي الجاكيت تقيل. تمام، واللبس ايه تحس ان هو جامد شويه. اما يكون اللبس خفيف
بقوم جاي من اتجاه الرياح ودي تفاصيل الجسم زي ما هي، بحيث ان الهواء مطير مثلا القميص بتاعه فلازق فيه، لازق في مواجهة الرياح، يعني الرياح جايه له من قدام، فتلاقي المنطقة اللي قدام دي كلها لازقة فيه، لازقة في جسمه، فبديني تفاصيل الجسم ومن ورا هدي ايه يعني، هرسم خفيف كده شوية بحيث انه ايه يحسسك ان هو قماش طاير. تمام. وطبعا الشباب بيستخدموها كتير في رسم صور رومانسية، مش عارف ايه الفكرة فيها، بس هي بتبقى كده يعني كتير قوي يقولك صورة رومانسية مثلا واحد وواحدة واقفين وفي هوا مطير شعرها وفستانها تمام يعني برضو خلينا برضو ايه يعني نضغط على حكاية الافكار، يعني احنا محتاجين افكار بصراحة تكون ايجابية شوية، تكون مؤثرة شوية، تكون هتعمل فرق. تمام. لكن يعني رسمة رومانسية مش عارف يعني. تمام. الشعر طبعا لا يخفى عليك يعني، ده على سبيل المثال يعني. ممكن اعمل مثلا واحد واقف في اي بقى موقف حركة، تمام، انه مثلا في هوا شديد فمطير كل حاجة، فهو ماسك في اي حاجة في عمود. انا المهم ان انا ادي التأثير بتاع الرياح الشديدة. تمام. انا عملت هنا اتجاه الرياح في برضه من الشمال لليمين، فلما باجي ارسم موضوع وفي هوا جامد او في كده، فبعمل نفس اتجاه الرياح في الصورة كلها، في الصورة كلها نفس الاتجاه عشان ما يعملش بس نشاز في الموضوع يعني. مثلا يعني بستخدم الكلام ده كله بقى في ايه، لو انا برسم مثلا اي فكرة كاريكاتير فيها واحد مثلا راكب عربية وعايز ابين ان هو سريع جدا والعربية مثلا مكشوفة، تمام، فبعمله في مواجهة ايه الهواء، وبنشوف الكلام ده كتير قوي في الكرتون. طبعا هو بيبقى طاير بالعربية فعايز ابين السرعة، فبعمل التأثير بتاع الهواء وان كل حاجة فيه طايرة لورا مثلا زي دي كده، بغض النظر عن تفاصيل العربية يعني، بس انا عايز ابين لك بس الفكرة. تعال بقى نتكلم عن الاندفاع. الاندفاع يعني مثلا ايه، لما بالغ قوي في ان حد مثلا اخد بنية وطاير، يعني بنشوفها كتير قوي في توم وجيري، لما تلاقي مثلا ايه توم اخد بنية من الكلب وطاير بقى، يروح لازق في عمود نور ولا لازق في ترومبة مية. تمام. الاندفاع انا بعمل ايه بقى، بعمل هو مندفع، ده مندفع من قدام لورا، يعني هو اتجاهه من الشمال لليمين. فبعمل بقى ايه الهدوم اللي هي طايره بعملها طايره في الاتجاه بتاع اللي هو ايه اللي هو جاي منه. تقيل الخطوط تتوضح لو انا مش عارف اعبر كويس بالكلام يعني. تمام. المهم الفكره تكون وصلتك يعني. يعني اي حاجه طايره بعملها في الاتجاه اللي هو مندفع منه، حتى شعره لو تلاحظ حامد دلوقتي واحد مندفع نازل مثلا من ارتفاع بناطط، يعني عارف زي ما يكون بيضرب غطس كده، نازل في بيسين مثلا او في البحر او ناطط من فوق جبل او اي حسب الفكرة بقى بتاعتك. تمام. فالاندفاع كله اللي هو طالع لفوق لان هو جاي من فوق لتحت، واكون حد قوي حتى في الخطوط اللي انا برسمها بحيث انها تبين الاندفاع. شوية خطوط بقى من بره. تمام. طبعا تأثير الشعر مهم جدا، ممكن ارفع الكم بتاعه بحيث ان هو مندفع فالهدوم كلها مرفوعة لفوق مثلا يعني. ده واحد مندفع لفوق ومش هتكلم فيه، انت اللي هتحاول تفهم بقى.